تماك الله طبعا مشرفينا السي مصطفى واش مبروك رمضان مبارك سعيد كي جاك النهار الاول ديال رمضان الحمد لله مزيان غادي نتعاودوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا معنا واحد اللغز الا ربحتي فيه غادي تربح واحد الجائزه اللغز اللي هو لحمه رخيص ودمه غالي شنو هو لحمه رخيص ودمه غالي لحمه رخيص ودمه غالي والضبع جواب خطا شكرا سي استناك الله قلتي لي مصطفى سي مصطفى شكرا واش مبروكه السلام عليكم رمضان مبارك سعيد شريف ناخذ من عندك واحد دقيقه مرحبا كلشي لاباس بخير كي جاك النهار الاول ديال رمضان توتا في ميو سوبونو الحمد لله مزيان مرتاح كالمعتاد معنا واحد المسابقه تشارك معنا فيها حجايه لغز متفقين الا ربحتي غادي تاخذ واحد الهديه واحد الكادو من تيلي مارون الربح اللي عندي هو واد الاعداد قناه ديال السيره شديني شكرا تفتخروا بها شكرا شكرا بارك الله فيك اذا اللغز او الحجايه هي لحمه رخيص ودمه غالي شنو هو لحمه رخيص ودمه غالي لحمه رخيص واحد الحاجه اللي لحمه رخيص ودمه غالي لحمه رخيص ودمه غالي واه الغيور على الوطن ديالو الدم ديالو غالي ولكن لحمه رخيص جواب زوين ولكن ماشي جواب صحيح بسمك الله محمد زعيزه سي محمد غادي تسمح لينا جواب خاطئ شكرا لك رمضان مبارك سعيد واش مبروكه كي جاك نهار الاول رمضان يلا بدينا يلا قلنا بسم الله يلا بسم الله باقي الحمد لله سمك الله اسمي شي مهدي مش عارفين سي مهدي سي مهدي معنا واحد المسابقه اللي واحد اللغز او حجايه الا ربحتي غتاخذ معنا الا قلتي لنا الجواب صحيح غتاخذ معنا واحد الجائزه اذا لحمه رخيص ودمه غالي لحمه رخيص ودمه غالي ودمه غالي لحمه رخيص ودمه غالي لحمه رخيص ودمه غالي يلا 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 لحمه رخيص ودمه غالي اش نقول لك لحمه رخيص ودمه غالي ثلاثة جوج واحد زيرو لا حاجة اسمك الله خديجة لالا خديجة معنا واحد اللغز إلا ربحتي غادي تاخذي معنا واحد المبلغ باش تفطري اليوم إن شاء الله لحمه رخيص ودمه غالي لحمه رخيص ودمه غالي لحمه رخيص ودمه غالي ماشي ماشي الحنش لا علاش الحنش دمه غالي لا لا ايوا شي حاجه اللي الحمر لحمه رخيص ودمه غالي نساليو مع الشريفه لحمه رخيص ودمه غالي اها لا تشاركوا بجوج واحد العشار بوحدو انت ما عارفش كدوزتو كيفاش بديتو النهار رمضان بعدا نقدر بخير الله مزيان باقي قولي يلا يلا بديتي يلا فقنا يلا فقتي فقتي سخفان بلا ما نجي عندك مع الربعه ولا الخمسه ولا علاش تلفتي قول فونا شكون يقول بك قال سدوا لينا بكري هما ايوا اش غندير هذه ما ندير لك فيها كيفاش ما تسحرناش اللغز او الحجايه لحمه رخيص ودمه غالي الا ربحتي غادي تاخذ معنا جائزه ماليه اللي هي باش غادي تفطر اليوم ان شاء الله وتصحر قربتي قربتي لحمه رخيص ودمه غالي غيكون نحل لا قربتي وصلتي وفتي انا دابا عاونتك انا كنقول لا دابا حاولوا زيت العود هو اللي قربتي ولكن ماشي هو الجواب الصح غنعطيك واحد اللغز اللغز ما غاديش يكون صعيب بزاف وغادي تربح جائزه ماليه باش تفطر اليوم ان شاء الله اذا الكلبه الهبهابه كتجبد السبع من الغابه كلبه هبهابه كتجبد السبع من الغابه هي العافيه لا غادي نعطيك واحد اللغز الا ربحتي غتاخذي واحد الجائزه باش تفطري اليوم ان شاء الله ان شاء الله اذا اللغز اللي هو لحمه رخيص ودمه غالي دم ولا رخيص الدم لحمه رخيص ودمه غالي غالي شنو هو هذا اللي لحمه رخيص ودمه غالي ما عرفتيش يا بنادم
لا الحاج الجواب غلط. هو بنادم. لا جواب خطأ. خطأ. سيكتر ستشاف معنا في واحد مسابقة بلغز حجاية. ما كنعرفش. حاول. ما نعرفش ما نكتبش. السلام عليكم. وعليكم السلام. عواشر مبروكة رمضان مبارك. الله يبارك فيك. الله. سي محمد. سي محمد بخير كلشي لاباس. الله يبارك فيك. صحيحة. كيداير الخضرة اليوم الأثمنة مزيانة. والأثمنة شوية مع رمضان غالية شوية. صح. هي الأول ديال رمضان. الأول ديال رمضان. غادي تشارك معنا في واحد المسابقة. غادي نعطيك واحد اللغز وغتفوز بواحد الجائزة. قولي. إذا اللغز هو لحمه رخيص ودمه غالي. لحمه رخيص ودمه غالي. لحمه رخيص ودمه غالي. لحمه رخيص ودمه غالي. دمه غالي. ها؟ لحمه رخيص وبلاتي غنفكروا. فكر فكر وقت ديالك. بلاتي 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 بلاتي. تعال ولا تعال 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 اوكي بوستي. ممنوع استعانة بصديق. بوحدك. بوحدي. ممنوع استعانة بصديق. لحمه رخيص ودمه غالي. لحمه رخيص. ثلاثة جوج واحد. ماشي حلوه. زيرو. لا جواب خطأ. شنو ما عرفتيش. عاودي لي عاودي اخر مره. الله الكلبه الهبهابه كتجبد سبع من الغابه. صعيب شنو عمري ما سمعت انا هذا اللغز. هذا السؤال كيقول لحمه رخيص ودمه غالي. دمه غالي. لحمه رخيص ودمه غالي. تاع اللغز. شكرا. شكرا على بارك الله فيك. جواب خطا. شكرا. رخيص هو السردين. السردين هو الدم ديالو غالي. السردين هذا الدم. لا السردين هو اللي كاين. اه السردين هو اللي رخيص ولا كابيله. الجواب خطا. قنفود. قنفود. والجواب خطا. السلام عليكم. سلام لاله. رمضان مبارك سعيد. السلام مبروك. كلك الصحه والسلامه. معنا واحد المسابقه غادي تربح فيها واحد الجائزه الا عرفتي الجواب. مرحبا. السؤال هو لحمه رخيص ودمه غالي. اللحم رخيص ودمه غالي. كنظن باللي غيكون الزيتون. اول واحد هذه نص نهار باش نلقى الجواب الصحيح. اسمك الله بعدا عبد اللطيف. مصرفينا سي عبد اللطيف. كيفاش عرفتي؟ علاش علاش نقولوا لحمه رخيص ودمه غالي؟ انا باش نقول لك الصراحه جدة الله يرحمها. الله يرحمها. كانت سمعتها قالتها واحد المره. وعلاش؟ وانا بقيت عاقل عليه. يعني الشرح ديالها. يعني الشرح ديالها ما عنديش زعما الشرح ديالها. انا عقلت على شنو هو دم الزيتون؟ يعني ملي كتعصر داك الزيتون تعطيك الدم ديال الزيتون. زيت الزيتون. الزيتون راه رخيص على الدم ديالو. تماما. على دابا الا بغيتي تاخذ اترو ديال الزيت ماشي هو. ماشي هو غادي تاخذ هو هذا. اذا سي عبد اللطيف تبارك الله عليك جاوبتي الجواب. الجواب كان ديالك صحيح. اذا هذه واحد القسيمه ماليه مهدات من طرف تيلي ماروك باش تفطر اليوم ان شاء الله. شكرا لكم. رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين. شكرا 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 شكرا.